الشعبيه على الساحل الشمال الغربي على اندونيسيا، كل دي محاور مهمه جدا لتنميه شامله متكامله وإطار رؤيه تنمويه طويله الاجل. الحاجه اللي انا حابب اكد عليها هي القضيه اللي دايما بنتكلم فيها مع المقاولين ومع الاتحاد، فكره المستحقات المقاولين لدى الحكومه. وانا حابب اقول ان معدل النمو قطاع التشييد والبناء كان اعلى معدلات في الربع الاول، كنا خرجنا من حاجز 5% معدل نمو في قطاع التشييد والبناء في الربع الاول. قضيه المستحقات دي مهمه، سد رئيس الوزراء اوائل القرارات بشكل وقت مباشر جدا اصدر قرار بتشكيل لجان المستحقات وحصر هذه المستحقات وبدء سدادها. نعمل ترقيه كل سنه صحيحه في يعني بعض الاختلافات في المفاهيم. احنا دايما بنتكلم على مستحقات، احنا كحكومه بنتكلم على مستحقات اعمال تم تنفيذها قبل السنه الماليه، قبل نهايه السنه الماليه الماضيه، ولم يتم صرف المستحقات فيها. فما بنتكلمش على المستحقات الحاليه اللي بتجيب وقوديها اعتمادات ومدرجه في الخطه. لكن اعتقد مره ثانيه باختصار شديد التواجد هذا التواجد المكثف السيد رئيس الوزراء شخصيا في هذا المنطقه بدلاله وسنه قويه للحكومه بدون اهتمام كبير جدا